اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر مباشره من مدينه الدار البيضاء. كيف ما كتشوفوا معنا قصه ديال اخر مكاين في المافيا ديال العقار. هذا السيد هذا اللي في الاصل هو من سبعه ديال العائلات اللي كاينين في ضرب وعزه، اللي كانوا شراو الارض هذه تقريبا مده 25 سنه، شراو الارض بناوها برزقهم بعرق كتافهم، وتفاجئوا بعد 25 سنه انه جا واحد السيد اللي شرا واحد البقعه غير حداهم، ومن بعد عام ونص داز عليها وطلبهم قال لهم بلي هذيك الارض اللي نتوما ساكنين فيها وانتم اللي تعذبتوا هذه 25 سنه باش بنيتوها بلي راه تابعه الارض ديالو. فطبيعه الحال الناس هادو يعني بقاو مصدومين، ما عارفوا ما يديروا. راه حاجه صعيبه انا تكون ساكن في دارك مده 25 سنه تيجي واحد يقول لك راه ديالي، اشنو غتقول؟ ودابا ماشي غير مهددين بالتشرد، راه تشردوا كما قال السيد. وطبيعه الحال فين كان هذه 25 سنه؟ هذا هو السؤال يعني المهم، فين كان هذا السيد هذا هذه 25 سنه؟ ماشي حتى لدابا عاد جا. بعدا اولا السلام عليكم، كي داير السيد؟ كنشكرك بعد على تلبيه الدعوه. الله يحفظك. وقعوا لنا قبل 25 سنه، هذه قبل 25 سنه ما كان عندهم والو هما اصلا. وقع انت عاودينا قبل 25 سنه سيد الارض شنو؟ شرينا الارض، شرينا في 98، بنينا كنتكرفسو كنبنيو وكيريبو لينا، كنبنيو عاود يريبو لينا، تكرفسنا مزيان. علاش كانوا يريبو لينا؟ السلطات المعنيه منت حسبينا ما عندوش بلان، وداكشي ماشي الموضوع ديالنا هذا. المهم بنينا تما بسلحنا الدويره ديالنا وخوتي وعائلتي كامله تما، سبعه ديال السكان حنا ساكنين. هاد السيد جا في 2020 شرا عقار على الشياع 430 متر من اصل 2 مليون وشي حاجه ديال الاسهم، دعانا بطرد المحتل في 2020، دلينا بالوثائق ديالنا بالعقود ديالنا. المحامي كنشكرهم هذا المنبر خدام معنا وباقي خدام معنا، تربحوا الملفات في الصالح ديالنا بربعه. ناض جا استانف علينا تقريبا شهر 4 2022، تحكموا في الصالح ديالو. عيط للمحامي ديالي قلت ليه مدرا استاذ فين وصل داكشي، قال لي دخلوا للمداوله. جا هو عند السيد خويا قال لي راه عيط ليا فلان راه تحكم في الصالح ديالي داكشي كامل، قالوا لي على سلامتك حكمنا في الصالح ديالك. هاد السيد كيدعي بانه هو القاضي وانه هو المحامي ويعرف الاحكام قبل صدورها. علاش كيف عنده النفوذ؟ علاش ما خلاك تقول عليه هاد الجمله؟ عندي تسريب صوتي عليه، عندي عليه تسريب صوتي رائج امام الصحافه، ومازال غادي ننشروا ان شاء الله حتى انا باغي الحق ديالي يبان. والاخ ديالو حتى هو كيقول انت باغي تنشر؟ اسمع، ما عطيتيش للقضاء. دفعت للقضاء دافع بالشكايات، غير باغي نتعطلوا شي شويه، انا باغي الحق ديالي يبان وديال الوالديه وديال خوتي. هاد السيد 3 سنين هو معذبنا ما كنعسوش. شنو المفاد ديال لي زودي؟ كيقول لك انا دابا بعدا دخلوا الناس، قال لك ودي الناس مساكن ما عندهمش، الله يهداك لما شوف بحالهم وبعد منهم مع ذلك هو راه ظالمنا ومعدي علينا. قال لك الا بغيتو نسمح لكم انا راه عاطي عليكم 13 مليون رشوه في المحكمه، اقسم لك بالله لك يقولها، ونتحاسب امام الله الا كذبت عليك. نتحاسب امام الله الا كذبت. يتحاسب قدام القضاء. قال لك انا عاطي عليكم 13 مليون رشوه في محكمه الاستئناف، عطيوني 5 المليون تقسم معكم الصبر. قلت لي ديالاش 5 المليون؟ قال لك انا عاطي عليكم 13. انت ودي ما عندنا جد القدر لهذا كيطالبوا لينا انت. هو غادي يدخل يخرج من الدار. وابتزاز السيد بحال قلتي مسطي بحال مريض. السيد عنده شي مرض ديال المحاكم. راه عنده لقاب في المحاكم ديال الابتدائيه والسينات. معروف عند الناس. نفس المواضيع المافيا بالعقار. نفس المواضيع. دابا هما كاينين خمسة الخوت. هو مكلف غير من المحكمة. ما عندوش شي خدمة من غير المحكمة. إن فوا خوك يشري شي عرض على الشياع في النزاع كيدير ليه وكالة مفوضة. خوك يتسوخر هو كيدخل، علاش؟ حيت عنده النفوذ. طارق على القانون راه في كل شيء. حنا كنطالبوا، حنا عرفنا كاين القانون في البلاد، داكشي علاش خرجنا للصحافة. عرفنا كاين القانون في البلاد. واش اخويا لا يعقل يجيب لك القوة العمومية 25 شهر واحد ويخرجك، وبغيت تخرج حوايجك ما خلاكش. وداك الإفراغ أنا شاك فيه بعدا، هذاك الإفراغ أنا شاك فيه. ما خرجوش الباب؟ خرجوني ظلما وعدوانا. بعد 25 سنة وسدوا لنا الديور ديالنا بجميع الأغراض ديالنا تسدوا عليهم. أول مرة مين جا ويطلق عليكم الباب؟
السلام عليكم. ما كيدوقش البيبان هذا. هذا كيمشي عند مال الاراضي اللي عندهم الاسهم وكيبقى يهزو ديال القهوه يتهلا فيه كذا من هنا يتحايل عليه كيقول ليه بيع لي شي بقى عارف ديك الارض. الاخر مسكين نقاري ما عارف عواري تا هو كيدخل معاه كيزيدو يكتب ليه مثلا ديك النسبه اللي غتدخل في المحافظه. هذا والله اعلم السيد اللي بيع لهم 160 متر قال لي ما غتخش هي المحافظه ويكمل لي التام داكشي كامل 430 متر. دخلت المحافظه جيت دعيتينا بطرد محتل ربحناك حنا المحكمه الابتدائيه عطاتنا الحق ديالنا ولكن محكمه السيناف ما عطاتناش الحق ديالنا. وانا ما نسمحش للهيئه اللي حكمت لهم كيف يعقل اربعه ديال الملفات حكمتهم هيئه وحده في دقه وحده هيئه وحده حكمت هاد الملفات هذا. واخا انت باش تقول السؤال هذا لانه هذا هو التساؤل الكبير مده 25 سنه السيد هذا فين كان؟ فين كان؟ كان ما عندوش ما ياكل هاد السيد كان الماء والو كان عندهم محل ديال الدجاج كيبيعوا شرف الدجاج كانوا ساكنين محوزين على واحد السيد في واحد الخيمه واحد الدار ديال الحجر باهم كان طلبت عليه بالراكه بعدا اللي كانوا ساكنين فيها نادوا هاد الناس بعدا كلهم عارفين من طالعين. انا ما غنمشيش معاهم بعيد حيت ما عنديش الاثباتات ولكن ضربوا عزه كامله والنواحي عارفين هاد العصابه ديال العقار منين طالعه. الا مشيتي على ضربوا عزه وسولتيهم على هاد الناس منين طالعه انا نقول لك باينه راه عارفين منين طالعين. انتم شحال تقريبا من الناس اللي ساكنين في الارض من 25 سنه؟ حنا خويا ساكنين تقريبا سبعه العائلات كلنا مهدين. خرجنا ثلاثه ديال السكان خرجهم حكمنا بالافراق ونايض دابا باغي يدعي خوتي وانا مستانف عليا. انا حضرت اليوم في جلسه ديال التعقيب وتاجلت. واش غادي نقول لك هاد السيد هذا راه كيتبورد بالمزيان وخوتو كدور معاهم زعما شي كيذبح وشي كيسلخ كيقول لك انا ما عليا والو هو راه معاه. السكينه اللي معاهم العائله شنو كيقولوا؟ اش كيقولوا؟ راه كلشي اخويا عايشين الرعب. حاليا انت في فيطون؟ ساكن في فيطون وحدة الدار. خرجني سكنت في فيطون. العائله كلها سكنت برا. شي تشرد شي داع شي بغى يحرق شي صافي اخويا ما كذبش عليك. انا ما كنتش مع العائلات معنا كتبان لك سبعه يمكن قليله ولكن كل سبعه العائلات كل عائله تقريبا راه شحال تقريبا راه المخير تما عنده ثلاثه الوليدات وكيقراو 13 40 شخص. تقريبا فوق 40 شخص فوق 40 شخص. الطلب ديالنا اخويا بغيتو يوصل لصاحب الجلاله ورئيس محكمه النقد يتدخلوا على هذا الملف ديالنا. الله يرحم والدي راه حنا ظلمنا وراه عندي ما يثبت. انا ما خرجتش للاعلام والصحافه غير هكاك على بياض. راه عندي ما يثبت راه عندنا شهود ديالنا عندنا شواهد عدليه عندنا عقود وهذاك انا مستعد اللي بغى ذاك الاوديو انا عندي موجود يتصنت ليه ونشوف هذا السيد اش كيقول. مشينا عند خوه قال لكم قال لكم فوتوا الرباط اللي قال لنا قال لنا كاين شي رباط. شكرا خويا ونشكركم تعطيونا بهذا المنبر. خليك معايا كما شفتوا معنا مشاهدينا الكرام هذا اخر ما كاين شخص كيدعي اولا سبعه ديال العائلات يخرجوا من الارض اللي كيقول انها تابعه ليه بطبيعه الحال وهما راه تشردوا دابا حاليا ساكنين دايرين كيطون يعني حدا الدار. فطبيعه الحال السؤال المطروح هنايا فين كان هذه مده 25 سنه فين كان؟ على ديك الساعه ما طلبش بالحق ديالو. مشاهدينا الكرام هذا النداء هذا ما بغيناش يمشي غير هكذاك بغينا يوصل للجهات المسؤوله والجهات العليا وعلى امل تلقيكم بث اخر بحول الله الى اللقاء.